السلام عليكم عايزه تعملي تتبيله جميله جدا للحمه المشويه زي اللي بناكلوها في المطاعم تابعينا للنهايه دي الي تتبيله للحمه المشويه جربيها وعلى ضمانتي باذن الله هتعجبك جدا اتمنى قبل ما نبدا ونشوف مقادير وصفتنا يا ريت ما تنسوش دعمكم لينا باللايك وبالاشتراك في القناه ولو بتشوفونا لاول مره اعملوا جوله سريعه على المحتوى اللي بنقدمه هيعجبكم جدا بنقدم مجموعه مختلفه من الوصفات والحلويات الجديده اللي باذن الله ستنال اعجابكم وكمان بنقدم مجموعه مختلفه من الفيديوهات المتنوعه والمفيده الى جانب اهم الاخبار المتداوله على السوشيال ميديا وبنقدم كمان نباتات نادره جدا هتشوفوها لاول مره يلا بينا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف ما دي وصفتنا ايه دي كمية اللحمة المشوية اللي احنا هنشويها في البداية طبعا هنجيب اللحمة وهنغسلها كويس بنفس الشكل ده هنعمل مع بعض التتبيلة والتتبيلة بتاعتنا جد سهلة جدا زي ما هنشوف ما تزوديش عن التتبيلة ديت وهتشوفي الطعم قد ايه جميل ادي هنا في الخلاط بتاعنا هنحتاج مقدار بصلتين طماطمايه فلفل اخضر هنا بالشكل ده وكمان شويه ثوم. طبعا هنا انا حاطه اربع فصوص توم هنحط هنا مقدار وصفتنا زي ما هنشوف دلوقتي وهنشوف هنكملها ازاي هبتدي في الكبه بتاعتي وهنا هقطع البصل بنفس الطريقه وبعد كده الطماطم وبعد كده هضيف عليه الفلفل وبعد كده هضيف عليهم الثوم وهنشوف الاضافات اللي هنحطها دلوقتي عليهم بعد كده قطعنا كل المكونات دي كلها مع بعضها في الكبه بنفس الطريقه بعد بعد كده هبتدي بقى اضيف التوابل اللي هحطها على اللحمه بتاعتي هضيف في البدايه شويه من الملح والملح اللي بنستعمله زي ما قلنا ملح الهيمالايا كمان هنا هنحط شويه من الفلفل الاسود وحاولي تزودي شويه الفلفل الاسود هيفرق معاكي في طعمها كمان هنا بعد كده هحط شويه من الزعتر بالاضافه كمان زي ما هنشوف دلوقتي باقي البهارات اللي هنحطها والتوابل اللي هنحطها هنحط كمان شوية من الشطة البودر والشطة البودر ديت بطعم الليمون لو ما عندكيش شطة بودر بطعم الليمون حطي شوية شطة بودر وضيفي عصير ليمون على الخلطة بتاعتك الخطوة بقى والتتبيلة المميزة جدا للحمة المشوية هنحط حوالي ربع كوباية من دبس الرمان آخر إضافة هنحطها على الخليط بتاعنا هحط حوالي مقدار معلقة كبيرة من العسل ما تقلقيش من العسل العسل هنا هيديها لون جميل وكمان هنا هيديها مذاق جميل في الوصفة هاخد بقى المكونات دي كلها مع بعضها وهضربها في الكبه زي ما احنا شايفين دلوقتي هضيف بقى الخلطه بتاعتي والتتبيله بتاعتي دلوقتي على اللحمه اللي هنشويها طبعا هدبل اللحمه وهصب او في التتبيله حوالي نص ساعه قبل ما نشويها وده طبعا بيعتمد على حجم سمك اللحمه بتاعتك اللي انت هتشويها طبعا هنا زي ما احنا شايفين احنا السمك بتاعنا مش, مش سميك جامد فهسيبها حوالي من نص ساعه لساعه في التتبيله الاضافتين بقى اللي ضفناهم دلوقتي طبعا هنا ضفنا معلقه كبيره من الخل ومعلقتين كبار من الزيت هقلب بقى الخليط بتاعي ده كله في اللحمه بتاعتنا وهسيبها حوالي من نص ساعه لساعه وبعد كده هنحطها في الفرن وهنشويها وهنشوف بقى لحمتنا قد ايه جميله جدا وبجد والله التتبيله ديت احلى تتبيله للحمه المشويه انا عملتها ادي وصفتنا هحطها دلوقتي بعد حوالي نص ساعه هحطها في الفرن وصفتنا خلاص استوت عملنا معاها بقى شويه من الرز الاصفر والرز الاصفر هنا عملناه بالكركم بطريقه سهله جدا هنا حطينا طبعا نفس الطريقه ديت عملنا هنحط بقى اللحمه المشويه بتاعتنا في البدايه حطينا الرز بنفس الطريقه ديت وكمان هنا عملنا شعريه وسويناها لوحدها وهنحطها على جوانب الطبق بنفس الطريقه دي طبعا هنا دي طريقه حلوه جدا للتقديم لو انتي حابه تقدميها طبعا لو عندك ضيوف ممكن تقدميها بنفس الشكل ده هبتدي احط الشعريه على الجوانب وممكن طبعا تجيبي شويه من المكسرات وتحطيهم في شويه زبده على النار وبعد كده تحطيهم على الجوانب هبص بقى اللحمه المشويه بتاعتنا شايفين قد ايه اللحمه جميله جدا ولونها جميل والله بجد طعمها جميل جدا جربت التتبيله دي وعلى ضمانتي ولو ما عجبتكيش ارجعي تاني في الكومنتات وقولي لي التتبيله مش حلوه زي ما احنا شايفين ادي بقى تتبيله اللحمه المشويه وادي اللحمه المشويه بتاعتنا جميله جدا عجبتكم وما تنسوش دعمكم لينا باللايك وبالاشتراك في القناه واتمنى كمان اللي عجبت الوصفه ما ينساش دعمكم لينا بالشير ودمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله